القرآن والنفحات من سنة المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والسنة بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. تعلمون إخواني وأخواتي أن العبادات منها ما هو بدني ومنها ما هو متعلق بالقلوب، فكما أن للأبدان عمل يعرف بها فكذلك للقلوب أعمال تعرف بها. ومن أجل ما يتقرب به العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأعمال القلوب، فأعمال القلوب أجل وأعظم من أعمال البدن، فعمل القلب لا يرى أحد إلا الله سبحانه وتعالى، والصدق فيه آكد. من هذه الأعمال أي أعمال القلوب هذه المشاعر والأحاسيس التي تكون لله تبارك وتعالى، ومن هذه المشاعر والأحاسيس الفرح. الفرح إحساس وشعور، الفرح نعيم وبهجة تغمر القلب، فإذا كان هذا الفرح في طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته أجر عليه العبد، وإن كان هذا الفرح في معصية الله سبحانه وتعالى كان فيه الإثم. حديث اليوم عن هذه العبادة القلبية، الفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولها صور، كما أن الفرح بمعصية الله سبحانه وتعالى لها صور، فهذا الإنسان الذي يفرح بالإثم يكون عاصي لله، هذا الإنسان الذي يفرح بالظلم هذا عاصي لله، هذا الإنسان الذي يفرح بشيوع الفاحشة هذا عاصي لله، في المقابل الذي يفرح بالإسلام وبعزه هذه طاعة، الذي يفرح برؤية ازدياد الصلاح في الأمة هذه طاعة، الذي يفرح بآية يحفظها أو يرى من يحفظها ويتلوها ويحسن تلاوتها فهذه طاعة، الفرح بالخير، الفرح بالإحسان، الفرح بالعدل هذه طاعة. أعود وأقول هذه المشاعر والأحاسيس التي هي من أعمال القلوب متى ما وجهها العبد فيما يحب الرب سبحانه وتعالى كانت طاعة وكانت سبب لتحصيل الأجور. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه
وكذا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة تتكلم عن صور من الفرح. وحديث اليوم في هذا اللقاء يتناول هذه المسائل. ماذا أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أصل إلى غاية واحدة، أننا نتفق أن نوجه هذه المشاعر والأحاسيس في طاعة الله، فإنها عمل من أعمال القلوب، وأعمال القلوب من أجل ما يتقرب به العبد إلى الله، والأجر فيه عظيم ومضاعف. تصور إنسان جالس لم يتحرك منه شيء من بدنه، ولم يبذل شيئا من ماله، ولا حتى ربما قام من مقامه، ولكنه شعر بهذا الفرح والسرور يغمر قلبه حينما رأى أمرا فيه عز الإسلام والمسلمين، يؤجر على هذا الفرح. على سبيل المثال، حينما يفرح الإنسان، ورأينا هذه الصور، حينما يفرح، حينما يرى المساجد بعد أن علقت الصلاة فيها فترة من الوقت، فإذا بها تعود وتفتح، ويسمع لصوت المنادي أي المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، بعد أن فقد هذا الصوت لأكثر من 100 يوم، فتجده يبكي من الفرح. هذه طاعة يؤجر عليها. لذا وجدنا لما فتحت المساجد في بعض بلاد المسلمين وعادت الصلاة فيها، رأينا من يبكي فرحا وهو يؤذن، أو من يبكي فرحا وهو يؤم الناس، أو من يبكي فرحا وهو متوجه إلى المسجد، وهذا فرح مشروع ويؤجر عليه العبد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، يفرح بالقرآن ويفرح بالإسلام حينما يرى مراكز تحفيظ القرآن تنتشر في الأرض وتنتشر في مجتمعه، وأهلها في عز وتمكين وكرامة، يفرح حينما يشاهد هذه المناظر. هذا الفرح، هذا الشعور، هذا الإحساس طاعة يتقرب بها إلى الله. قل بفضل الله، هذا هو فضل الله: الإسلام، الإيمان، الإحسان، القرآن، الآيات المتلوة، إعزاز أهل القرآن وإعزاز وكرامة مراكز تحفيظ القرآن والقائمين عليها من معلمين ومحفظين وإداريين. حينما ترى هؤلاء في عز وسؤدد وتمكين وتفرح، هذا الذي عني بهذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إخواني الكرام، أخواتي، لا توقف هذه المشاعر والأحاسيس، اجعلها تتدفق، فبقدر ما تفرح لعز الإسلام والمسلمين تؤجر. فهناك من يفرح بالمعصية، هناك من يفرح بالإثم، هناك من يفرح بانتشار الظلم، يجد فرحا في قلبه وهو عاصي. فلتكن
أو فلنكن نحن جميعا ممن يوجه هذه المشاعر والأحاسيس ويتذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاجها وسرورها. هذا أرفع درجات القلوب فرحا هو فرحها التام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العاقل أن يوجه هذه المشاعر والأحاسيس حينما يرى أن الظلم يخفت ويضعف، يفرح بذلك. هذا هو الشعور الذي يؤجر عليه. حينما يرى من يتعدى على الدين وأهله ويتعدى على الإسلام وأهله ويسخر من المؤمنين، حينما يراه في ضعف ومهانة أو يراه قد هلك يفرح بهلاكه، هذا الذي كان سيفا على رقاب المؤمنين وعلى الإسلام، يفرح بهلاك هؤلاء الظالمين. فالفرح عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديثنا عن الفرح بالطاعة. وهنا مسألة مهمة، الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يقيم نفسه. ترى من الخطأ الكبير الذي يعيش عدد كبير من أبناء الأمة أنهم اشتغلوا بتقييم الآخرين واشتغلوا بتصنيف الآخرين، فيقيم الآخرين هذا مؤمن ولا ما هو مؤمن ودرجة الإيمان عنده، ويصنف هذا هل هذا في الجنة أو في النار. هذا ليس لنا، الذي لنا أن نقيم أنفسنا ونلتفت إلى عيوب أنفسنا فنصلحها، ونرى درجات الإيمان من المؤشرات التي ممكن أن يتعرف فيها الإنسان على درجة الإيمان عنده. ما يتعلق بالفرح، إذا رأيت من نفسك أنك تفرح بالطاعة، تفرح بالحسنة، فهذا دليل على إيمانك. إذا رأى البعيد أنه يفرح بالمعصية، إذا فعل المعصية يفرح، فليعلم هذا البعيد أنه على خطر عظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد، قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا وجدت أنك تتضايق عند فعل المعصية وارتكاب السيئة وتفرح بفعل الطاعة، فهذا مؤشر على وجود الإيمان. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك
هكذا. إذا ساءتك هذه السيئة وأفرحتك هذه الحسنة فهذا مؤشر على وجود الإيمان، وهذا باب عظيم يدخل في هذه المسألة، باب الفرح بالطاعة. صام رمضان يفرح بالصيام، صلى الفجر في وقتها يفرح بذلك، يوم من الأيام فاتته صلاة الفجر في وقتها وصلاها بعد خروج الوقت يجد قلبه منقبض، سواء بتفريط منه أو بتعمد، فيشعر بحسرة لهذه السيئة التي ارتكبها، فليعلم أنه يمتلك قلب مؤمن والحساس عنده قوي، درجة الإحساس والمشاعر عنده قوية، لما جاءت عند هذا المؤشر فرح بالطاعة واستاء بالسيئة. لذا الإنسان يجرب، كل واحد فينا يجرب، شوف نفسه عند قراءة القرآن يفرح أو يتضايق، إذا فعل المعصية يفرح أو يستاء ويتضايق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده تضايق، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذا ذكر الذين من دونه أي من دون الله إذا هم يستبشرون، في حالة من الاستبشار والسرور والفرح. من المسائل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، فرح بهذه العبادة وفرح بإتمامها، صام من أول الفجر إلى أذان المغرب، فلما أفطر أو أفطر يوم العيد يجد لذة، أين يجدها؟ في هذا القلب، هذا هو الفرح بالطاعة، والفرح حين يلقى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أهل الإيمان يستبشرون بنزول الآيات ويفرحون بها، حتى أهل الكتاب الذين أنزل فيهم بعض الآيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم، قال الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. الفرح بما فيه خير للإسلام والمسلمين. سمعت أن دولة من دول الإسلام ارتفع شأنها، على اقتصادها، ازدادت في التصنيع والإتقان، أفرح بذلك، لأن هذه بلد المسلمين، بلدي، أفرح بذلك وينشرح صدري. فإذا وجد الإنسان أنه إذا سمع ببلد من بلاد المسلمين ارتفع وعلى شأنه، إذا تضايق من ذلك فليراجع إيمانه، سنفرح بما يحصل. إخواني أخواتي، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرح أو جاءت الآيات ما يدل فيها على أن العبد يفرح بانتصار من هو أقرب للمسلمين وإن لم يكن مسلما،
وارتفاع من هو أقرب للمسلمين وإن لم يكن مسلما. أما قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني سينتصرون على فارس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فالفرح بانتصار الإسلام وبلاد المسلمين ليس بالضرورة أن يكون في حرب، لا، كما قلت قبل قليل حينما أرى عز الإسلام وبلاد المسلمين أفرح بذلك، فهذا مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. من صور الفرح الفرح ببشائر الخير، وهذا له أيضا أمثلة أذكرها بعد قليل بعد هذا الفاصل، فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانعين ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني وأخواتي من جديد، وحديثنا عن الفرح بالطاعة، سواء كانت هذه الطاعة طاعتك أو طاعة غيرك، تفرح بطاعة نفسك وتفرح بطاعة غيرك وأنت تراه، وتفرح بالخبر الذي فيه مصلحتك ومصلحة غيرك من المسلمين، تفرح للمسلمين، هذا كله من الطاعة. ومما يدخل في ذلك الفرح بالأخبار التي فيها مصلحة لك ولغيرك من المسلمين، الفرح بأن تسمع حديث نبوي فيه بشرى حملها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله، هذا الذي أعددته، أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنك مع من أحببت، قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فرحوا بهذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، أنك يا عبد الله يوم القيامة تحشر مع من أحببت، وأنت تحب الله وتحب رسوله وتحب الصالحين من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم، فمن أحب الصالحين حشر معهم. فرح الصحابة بهذا الأمر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوفد الذين هاجروا إلى الحبشة وقد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الوفد جعفر رضي الله تعالى عنه، فلما بشر صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر قال عليه الصلاة والسلام: لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم جعفر أو فتح خيبر، فيفرح بقدوم غائب كفرحه أو ربما أشد بفتح للإسلام والمسلمين فتح خيبر. فهذه الفرح، هذه المشاعر، هذه الأحاسيس حينما توجه في الخير يكون فيها هذا الأجر العظيم. الفرح بالهداية، بهداية غيرك، كم رأينا من الأخوة الذين يعملون
في توعية الجاليات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب، وأن يغفر لمن مات منهم. رأينا دموعهم وبكاءهم من الفرح حينما يشاهدون شخصا دخل في الإسلام. ما له يعني، هو يعني ما إنسان أسلم، بينهم وبينه أميال، يسلم عبر هذه التقنيات التي ربطت العالم بعضه ببعض، وعبر الإنترنت يخاطب أعداد فيسلمون وينطقون الشهادة فيبكي فرحا. هذا الذي يبكي فرحا ما أبكاه إلا حب الإسلام والفرح به. هذا الذي يؤجر عليه بكاء من الفرح. وهذا الذي حصل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما كان يدعو أمه للإسلام فترفض، إلى أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأمه، فلما رجع إليها وعلم بإسلامها قال رضي الله تعالى عنه: فكنت أبكي من الفرح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: خرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: فأتيته وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فيفرح الإنسان، يفرح حينما يعلم عن إنسان من أبناء فريجهم وحارتهم أنه اهتدى ورآه في المسجد، يفرح. يفرح أن فلانة التي كانت متبرجة لبست الحجاب، يفرح، ما يكره هذا. في المقابل هناك من يكره ويتضايق إذا رأى أن فلانة لبست الحجاب، أو فلان تدين وكان من الصالحين، يتضايق. هذا دليل على قلة الإيمان أو ربما انعدامة. فالذي يكره الإسلام وأهله هذه مصيبة. كراهية الله تبارك وتعالى وآياته ومن يتقرب إليه بالطاعات هذا أمر خطير. من المسائل أيضا التي لا بد أن تذكر في هذا المقام أن الفرح لا بد أن يضبط بضوابط، وهذه الضوابط كثيرة، لكن أختم هذه الحلقة ببيان هذه الضوابط الثلاثة. الأولى: قد يفرح الإنسان بتجدد نعمة، قد يفرح بتجدد نعمة، نعم الله تبارك وتعالى علينا ظاهرة وفي كل حين، لكن تتجدد نعم. عندك مريض يتعافى تفرح به. عندنا هذا الوباء والبلاء الذي قد عم العالم، حينما تسمع أنه قد ارتفع تفرح بذلك، هذه نعمة متجددة. حينما تسمع أن فلان الذي كان يشرب الخمر الله يكفينا الشر ويتاب إلى الله وعاد إلى المسجد تفرح، هذه نعمة متجددة. حينما تسمع أن فلان أصاب حادث ولكن الله سلمه تفرح بذلك. حينما يأتيك خبر نجاح ابنك تفرح بذلك. هذا الفرح من أول الضوابط التي ينبغي أن تصل إلى القلب، الاعتراف بأن صاحب هذه النعمة هو الله. الاعتراف والاعتقاد أن المنعم بها هو الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا يخطر في قلبك ولا في ذهنك ولا في عقلك ولا على فلتات لسانك أن تنسب هذه النعمة إلى غير الله وتقول: لولا فلان
كان حنا لازلنا في كذا، أو لولا الجهة الفلانية، أو لو لا، قل لولا الله، لولا الله ما حصلت هذه النعمة. فلان تعافى من مرضه، لا تقل لولا الطبيب، قل لولا الله ثم هذا الطبيب وعمله واجتهاده، لأن هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن نحمد الله سبحانه وتعالى، نقول الحمد لله. والحمد لله هذا اعتراف بأن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم، ماذا؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإما أن نشكر أو نكفر، إما أن نشكر هذه النعمة أو نكفر بها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فحينما يأتينا الأخبار المفرحة لنعتقد أنها من الله، ولنقل الحمد لله. جاء عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كلمة عجيبة، قال: إن النعمة، اسمعوها أخواني، كلمة عظيمة جدا، قال: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. فلا ينقطع الشكر منك حتى لا ينقطع المزيد من الله سبحانه وتعالى. هذا ضابط. الضابط الثاني: يشرع للنعم المتجددة أن يخر الإنسان ساجدا لله سبحانه وتعالى. هو واقف أو جالس أو كان في سيارة، يومئ برأسه هكذا، أو أنه إذا كان في مكان يستطيع السجود سجد لله. هذه تسمى سجدة الشكر. لا يشترط فيها الطهارة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يشترط فيها اتجاه القبلة، ولا يشترط فيها ستر العورة، وإنما يخر هكذا ساجدا لله، يحمد الله تبارك وتعالى، يقول في سجوده: الحمد لله الذي، الحمد لك يا ربي أن يسرت لي هذه النعمة. جاءه خبر بتعافي ولده المريض، أو بنجاح ولده، أو بانتصار الإسلام، أو بعز الإسلام، أو بارتفاع هذا الوباء الذي نعيشه، بفتح المساجد، بعودة الصلاة إلى المساجد. خر لله ساجدا يقول: ربي لك الحمد، فأنت المنعم، أنت المتفضل. إذا فعل هذا توالت عليه النعم. والله تبارك وتعالى يقول كما ذكرنا قبل قليل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يفرح بالطاعة، وأن يتقرب إليه بهذه العبادة، وأن يملأ قلوبنا فرحا وسرورا به وبطاعته وبحبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه عليهم السلام والصالحين، وأن يحشرنا معهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن سائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين هذا الوباء، وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولوالد والدينا ولأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم من على عبادك من المسلمين بالصحة والسلامة والعافية. أسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسر لنا لقاءكم في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر.
سماءات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور